توازي حركات أرضية. كل الأمهات اكتسبت في الجمباز خبرات على مقاعد الانتظار في التدريبات. هنسمع منهم شهادات في البطولة أمهات. جديدة من بطلات برنامج البطولة أمهات، هتعرفنا بنفسها وببناتها البطلات في الجمباز. اهلا وسهلا بيكي، تغريد محمد رؤوف. معايا ثلاث بنات في الجمباز، حبيبه درجه ثانيه، وحياه تحت 12، وحالة لسه داخله ان شاء الله باذن الله. معاكي ثلاث اعمار مختلفه، يعني ثلاث مواعيد مختلفه لثلاث تمارين. كلميني عن معاناتك في الانتظار وفي القعده بالساعات جوه الصاله. لا، انت مع الوقت بتبقي خلاص اتعودتي، لان احنا بنتعود ان النادي هو بيتنا. فانت قاعده بقى، ممكن الولاد اللي عنده تمرين يدخل والتاني ينام شويه، واحد منهم يذاكر والتاني يدخل التمرين، فخلاص يعني بتتقضى بكل الطرق، مذاكره واكل ونوم ودروس وكل حاجه، فما بنلحقش نحس بملل. يعني ايه المعاناه اللي بتتعرض لها كل يوم والصعوبات اللي بتقابليها؟ ان انت بيبقى عندك كذا يعني اتعودنا اصلا ان النادي لازم بتنزلي وبتلعبي، ومفيش حاجه اسمها ان حد يقعد، فانت معاكي ثلاث ولاد لازم الثلاثه بيلعبوا رياضات. وساعات مثلا انا عندي في سباحه وفي جمباز، فبتبقي من هنا لهنا. قصه المذاكره دي بتبقى صعبه جدا، ان انت بتحاولي تدخلي واحد وتقعدي تذاكري بواحد، وانت اصلا بتبقي جايه من الشغل تعبانه، فلا هي صبر امهات فعلا. انت كامراه عامله أكيد بتقابلي صعوبات في شغلك وبتقابلي معاناة، وبتيجي هنا تكرري معاناة جديدة ومن نوع جديد خالص. كلميني عن معاناتك في الشغل ومعاناتك في النادي ومعاناتك في البيت ومعاناتك مع الولاد. بصي، هي خلاص الست المصرية بقت امرأة عاملة، 90% من سيدات مصر بقوا امرأة عاملة، فخلاص بنعمل يعني هتعملي ايه؟ ده روتين يومي لازم بتعمليه، بتتعبي جدا في شغلك طبعا، بتيجي على البيت لازم تحضري غدا بسرعة عشان تنزلي النادي بسرعة عشان تذاكري بسرعة، فيومك كله بيبقى بسرعة بسرعة. هم بيقسموا وقتهم، بس للأسف انت كامرأة عاملة فعلا انت المجهود كله عليك انت، وتقسيم اليوم وتوزيعه وترتيب كل حاجة بيبقى عليك انت. بتصحي الصبح بدري تحضري لهم الأكل؟ طبعا بتصحي الصبح تحضري سندوتشات ولبس المدرسة، وتنزلي تودي مدارس وتروحي الشغل، وترجعي من الشغل تاخدي الولاد من المدارس، تعملي غدا بسرعه، اللي عنده درس نلحق بسرعه نروح الدرس، او في دروس ساعات بناخدها في النادي، اللي عنده مذاكره بنلحق بسرعه. طول يومك بسرعه بسرعه، يعني رتمنا سريع جدا، بس في الاخر بتطلعي بطل. الجمباز مهم للبنات عشان هو اول حاجه ان هو بيربي البنات ازاي يبقى عندهم مسؤوليه، ازاي يقدروا يتعاملوا، احترام المدرب، بيحترموا كل حاجه، بيبقى عندهم مسؤوليه طبعا. مهم ان هو يساعدهم في حياتهم بعد كده، يبقى عندهم flexibility، يبقى عندهم حاجات كتير طبعا يساعدهم في حاجات كتير. الملل بيدخلك منين؟ من كل حاجة. بتدخلك من الشغل طبعا، بتبقى خلاص روتين روتين، انت كل يوم كده، يعني انت حتى بيبقى صعب عليك انك تسافري، في تمارين، في نسبة غياب، ممنوع ان انت تغيبي عن تمارين خاصة الفرق، فمجبرة ان انت توزعي وقتك، فخلاص بيبقى روتين ممل جدا عليك انت، انت الوحيدة اللي بيبقى خلاص ملل ملل ملل. بتواجهي الملل ده ازاي؟ وبتطلعيه من قلوب اولادك ازاي؟ لا، هو انت بتطلعيه من قلوبهم، بس من قلبك لا طبعا، لان انت ما فيش حاجه خلاص بتعوض الموضوع ده، انت اللي بتبقي مطحونه في الدنيا دي كلها. انما هم طبعا اللي بيخرج، اللي بيبقى عنده تمرين بيجي التمرين، التاني عايز يخرج، التالته مش عارفه عندها تمرين ايه، واحنا عندها درس، فهم بيخرجوا وبيتفسحوا وبيعملوا حاجه، بس الدايره كلها بتبقى حوالين الام اكتر، لان طبعا الابهات بيبقى يومهم اطول يعني في الشغل.
قولي لي الأغذية المناسبة بتتعرفي عليها ازاي؟ عن طريق دكتور أغذية ولا انت بتحاولي ان انت تعملي سيرش لده؟ ولا احنا بنحاول نعمل سيرش طبعا للموضوع ده، وبنلجأ لدكاترة التغذية، وفي الملعب طبعا بيبقى المدربين عليهم عامل اكلتوا ايه عملتوا ايه، بنحاول طول الوقت كمنظومة متكاملة نحاول نوصل بالطفل او باللاعب ان هو يبقى سليم صحيا وعلميا. وبعدين عايز اقول لك حاجة، هو غير كمان التغذية، هو الاطفال كلها اللي موجودة هنا او اللعيبة كلها اللي موجودة هنا متميزة ومتفوقة دراسيا، غير صحيا هم كمان متفوقين دراسيا. يعني ده بيحتاج ميزانية مختلفة عشان يعني اكمل لهم المنظومة الغذائية دي مع البنية الرياضية، يبقى بنية جسدية مظبوطة. طبعا عبء مادي يعني. طبعا هو الرياضة عامة عبء مادي، هي الرياضة عبء مادي في كل حاجة، انت عندك مشاوير للنادي كل يوم، عندك تغذية معينة كل يوم، في حاجات بعد التمرين بتتاكل، في حاجات قبل التمرين، لا انت عندك عبء مادي طبعا. رياضة يعني عبء مادي جامد جدا. ايام البطولات يعني قاعده طول الليل والنهار معاكي ثلاث بنات وثلاث يعني ثلاث رياضات او رياضه واحده في سباحه قلتي، طيب هتكلميني بقى عن الرياضتين والبطولات اللي بتقابليها هنا معاناتك فيها ايه ومعاناتك في البطوله الثانيه ايه؟ بصي انا السباحه ما وصلتش لبطولات، لان السباحه والجمباز عاده بيتقال ان هم عكس بعض، فاحنا بنوصل لحد معين في السباحه وبنوقفه اللي هو ما يتعرضش مع الجمباز، فما جربتش معاناة السباحة. إنما في الجمباز طبعا المعاناة إن أنت بتقعدي تقريبا طول اليوم، ممكن نمشي من النادي هنا الساعة 12 12 وشوية، نيجي من الساعة 7 الصبح، لا في معاناة طبعا في البطولة، معاناة مختلفة تماما يعني. وأنت كامرأة عاملة بتقدري توفقي وتعدي وتجتازي المعاناة دي إزاي؟ بتبقي اتعودتي يعني، اول سنه تمام، بعد كده بتبقي خلاص اتعودتي على الموضوع ده. المعيد بتتعب قوي في موضوع التدريبات ده، طبعا بيجوا يقعدوا بالساعات وبيستحملوا طبعا اليوم كله، اوقات بيبقى عندنا مثلا تمرينين في اليوم، بيجوا يقعدوا مثلا من الساعه 10 الصبح للساعه 10 بالليل، الموضوع طبعا بيبقى متعب قوي، ده غير لما بيطلعوا لازم يقعدوا يهدوهم عشان لو مثلا بيعيطوا او حاجه، بيستحملوا كتير قوي ويجيبوا لهم اكل ويقعدوا معاهم، الموضوع بيبقى متعب بس طبعا بيستحملوا يعني اولادهم وكده. المعاناة الاجتماعية ازاي بتقدري توفقي ما بين معاناتك في النادي والشغل والبيت وانك كمان يبقى عندك علاقات اجتماعية؟ لا هو تقريبا اهلي قطعوا علاقتهم بيا خلاص، انت طول النهار قاعدة في النادي بالتمارين بالولاد، فهم خلاص الاول كانوا بيعاتبوا، دلوقتي قطعوا علاقتهم تماما تقريبا بيا يعني، لان انت طول الوقت حتى لما بيبقى في عزايم رمضان بنحاول نعملها في النادي، لما بيبقى في غدا بنحاول نعمل في النادي، اللي عايز دلوقتي بيجي يشوفنا بيشوفنا في النادي، يعني احنا حياتنا كلها النادي، فعلاقتنا الاجتماعيه برضو في اطار النادي، انما بره بقى لا خلاص ما فيش علاقات اجتماعيه. عندك ثلاث اعمار مختلفه يعني ثلاث مراحل سنيه مختلفه، الدروس بياخدوها فين وازاي؟ في دروس بنلحق ناخدها كده في الايام، مثلا عندنا اجازه واحده فيهم، مثلا ممكن بابا يجي بواحده انا اروح بالتانية الدرس، في دروس كتير بناخدها في النادي، مذاكرتنا هتبقى في النادي، دروسنا اغلبيتها في النادي، اغلبيه الدروس في النادي. ايه الرساله اللي توجهيها لكل ام علشان تكون بطله زيك؟ الصبر 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 وقوه التحمل وبتتنازلي عن حاجات كتيرة، وبعدين لما بتدخلي بتشوفي ابنك بيكبر أو بنتك بتكبر قدامك وهو بطل
وعندهم احساس بالمسؤوليه وعندهم التزام، وفعلا الرياضه بتغير فيهم كتير جدا في شخصيتهم في سلوكياتهم، فبتبقي طول الوقت عايزه تضحي عشان خاطر تطلعي اولادك. فاول حاجه الام هتضحي، بتضحي بحاجات كتيره زي ما انت قلتي، علاقاتها الاجتماعيه، اصدقائها، حياتها الشخصيه، هي تقريبا ما بيبقى لهاش حياه، فيعني الام بتضحي بكل حاجه عشان تطلع بطل. حسيتي ان الرياضة اضافت سلوك ايجابي لابنائك التلاتة؟ طبعا انا ما كنتش عايزة ادخل بنتي التلاتة من كتر المعاناة اللي حسيتها في الرياضة، بس حسيت ان هي سلوكياتها وتربيتها واسلوبها مختلف تماما، ان الرياضة بتربي قبل اي حاجة، فلا بيبقى عندهم التزام، بيبقوا عارفين ايه اللي وراهم، وايه عارفين امتى في دروس، امتى في مذاكره، امتى عندنا ممكن هنام، بتنظم لهم الرياضه، بتنظم حياتهم وبتنظم علاقاتهم، بتكبر تفكيرهم. يعني الطفل اللي بيلعب رياضه عامه بتحسي ان هو اكبر سنا من الطفل العادي، لان هم بيرتقوا بتفكيرهم، بيبقى في حوار بين المدرب وبين الطفل من سن صغير، فعندهم الحوار والنقاش، ولا ده ينفع، لا ده هقدر اعمله، فلا الرياضه بتاثر بشكل كبير جدا في سلوك الاطفال. العلاقه الاسريه اللي ما بينكم وما بين بعض كامهات بطلات معانا النهارده في النادي، شايفينهم حوالينا كتير قوي قوي، عايزاكي تكلمينا عنها وازاي بتاثر برضو تاثير ايجابي معاكي. والله احنا يعني طول الوقت بنحاول نبقى اخوات واسره واحده، لان احنا تقريبا بنقعد مع بعض وبنشوف بعض اكتر ما بنقعد في بيوتنا او مع اسرنا، فاحنا بنحاول طول الوقت ان العلاقه دي تبقى علاقه جيده. وطبعا بتاثر على الولاد لما بيحسوا ان الامهات كويسين، بيبقوا الولاد هم نفسهم مع بعض كويسين، بجانب ان المدربين جوه ما بيسمحوش بكده، يعني لو في خلاف بين وليه امر والتانيه، لا انتوا اخوات، انتوا حاجه واحده، والولاد بيبقوا مرتبطين ببعض لان هم 90% من الوقت مع بعض، يعني اكتر حتى من المدرسه، المدرسه هي ساعتين ثلاثه اربع ساعات مثلا اللي بيقضوها، انما هنا علاقتهم بتبقى اكتر، بيبقوا فعلا اخوات، فاحنا بنبقى فعلا اسره واحده. لو البنت مثلا متضايقه من حاجه في التدريب او عندها حاله نفسيه، شايفه ان هي ما بتعملش حاجه زي اصحابها، بنقعد انا والام نقعد نتكلم معاها، هي تقعد تتكلم معاها شويه في البيت، وما انا جاي اتكلم معاها هنا،
كده يعني، لو في حاجه في التمرين مثلا عندها مشكله وحاسه ان هي غير صحابها، نقعد طبعا تحس البنت ان هي عندها نقص في حاجه، نقعد بقى انا وهي نظبط مع بعض. كان في حد ليه الفضل عليا ان انا كسبت الميداليات دي فهي مامتي، علشان هي اللي كانت بتشجعني وهي اللي كانت بتتعب معايا. شكرا يا امي. ماما كانت بتاخد بالها مني دايما، حتى لما اتصبت كانت هي اللي بتوديني للدكتور والعلاج الطبيعي. شكرا يا امي. بقول طبعا لكل ام شكرا، ويعني شكرا جدا على مجهودك، وفي الاول وفي الاخر امي طبعا، ويعني هقدر كل حاجه هتعملها لي. ايه الرسالة اللي بتوجهيها لكل ام؟ الصبر والتضحية، وبتنسى حياتها نهائي، بتبقى ما بين شغلها وما بين ولادها، لان هي ما بيبقاش عندها اي حياة من اي نوع، ولا حياة شخصية ولا اي حاجة، هي بتبقى حياتها كلها ما بين تمرين وما بين مذاكرة. فالصبر، لان انت بتطلعي بطل، وتحفيز اهم حاجة، ان انت تحفزي ولادك حتى لو وقعوا في مرحلة. طبعا اي لاعب بيجيله اصابات بيقع، فدايما بتبقى انت سبورت ليه، لازم طول الوقت بتحفزيه، لازم طول الوقت بتقفي في ظهر ولادك، ما تيأسيش، لان الرياضه محتاجه صبر، وهي فعلا حاجه مستاهله. يعني هي الرياضه مستاهله. وبعدين ما فيش طفل، هو العقل السليم في الجسم السليم فعلا، فانت لازم تغذيتهم تبقى سليمه، عقلهم وتفكيرهم بيبقى سليم، وانت طول الوقت بتلعبي على الجزئين دول، ان انت بتربي الدماغ الطفل وعقله، وفي نفس الوقت بتربي جسمانه وبتربيه على سلوكيات الرياضة وعلى أخلاق الرياضة. شكرا ليك. العفو، ميرسي. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة مع بطلة من بطلات النادي الأهلي، وانتظروا بطلة جديدة في برنامج البطولة أمهات.